حقيقة نحن أيضا ما كنا نتوقع هذا الانفراج بين الأقطاب والمكونات الإطار التنسيقي بشكل عام. زين. ذلك الموضوع حقيقة يحتاج تفسير، وما أصير المتساؤلات مع الأسف قطعا انعكس سلبا على العلاقات بين المكون داخل الإطار التنسيقي، ويفترض أنه يعني يعاد النظر بالعلاقات والمواقف ويعني يعني العهود المقدمة بين لهالدرجة مكوناته. وأعتقد نعم لهالدرجة أقول لك، يعني البارحة يعني اسم شعلان الكري مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي هز ائتلاف الإطار التنسيقي بشكل عام لهذه الدرجة يعني؟ يعني يبدو ذلك بشكل او باخر، يبدو ذلك ان الاتفاقات كانت تجري باتجاه والتاكيد ربما يعني هذا هو المعلن. انا اتحدث وفق المعلن، المعلن كان انه السيد المشهداني ربما كان يفترض ان يتصدر الاتفاق، وبالدرجه الثانيه السيد العساوي، ولكن طرح شخصيه ثالثه حقيقه على مجلس النواب للتصويت في الايام الاخيره حقيقه، ربما احدث نوع يعني من الشرخ او نوع من الشرخ في المواقف. وتعلمون يبدو انه دخلت بعض العناصر المتعلقه بتوزيع مسؤوليات مجالس المحافظات والمحافظات كذلك. ربما انا لا ادري يعني ما عندي حتى لا اكون عادل في طرح موضوع شراء الاصوات حقيقه، اذا صدقت هذه الحكايه فيبدو ان هناك خلل حقيقه في النظام والجسم الداخلي للسلوك المتعلق السلوك النيابي والسلوك مع بعض اعضاء النواب.